السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري اللي غادي نطرقوا فيه الآخر مستجدات فريق الرجاء البيضاوي، وغادي نبداوها بالاستعداد ديال النسور الخضر لمباراة الكلاسيكو اللي غتجرى في مدينة القنيطرة. مباراة باش نكونوا واقعين، لا تقبل القسم على الاثنين، لا تقبل حتى التعادل، لا تقبل غير نتيجة الانتصار للنسور إذا أرادوا البطولة. فهذه المباراة هذه فهي مباراة ماشي غير بثلاثة النقاط، ولكن مباراة بالاحتفاظ بالصدارة، وأيضا باش يكون فرق ديال ثلاثة النقاط وتلعب الراجع على البطولة إذا أرادت البطولة، والعكس صحيح لفريق الجيش الملكي. النسور كيستعدوا في أكاديمية ديال فريق الرجاء البيضاوي بوسكورة بشكل عادي، الغيابات غير موجودة دي فريق الرجاء البيضاوي، ما كاينش إصابة لحد الآن أي لاعب ولله الحمد. النسور عارفين قيمة المباراة ديال الكلاسيكو، كلاسيكو ديال الرجاء والجيش اللي غيتلعب بقنيطرة، للأسف غادي يكون بلا جمهور فريق الرجاء البيضاوي. احنا عرفنا ان جمهور فريق الرجاء البيضاوي محروم من المساندة ديال الفريق ديالو في هذا الموسم. جل الأندية كتستافد من الدعم الجماهيري، الوداد لفريق بيضاوي ايضا كيستافد من الدعم الجماهيري ديالو، سواء في التنقلات سواء في الاستقبال في الملعب المحمدية. لملعب المحمدية ما كيستقبلش مباريات ديال الرجاء للأسف، للأسف أشياء غريبة تقع في البطولة الوطنية، الرجاء تستقبل فقط في برشيد وبدون جمهور. غريب ما يقع بالفعل، يعني شيء غريب، يعني كتشوف أن جل الفرق كتستقبل بالجمهور ديالها إلا فريق الرجاء البيضاوي. واش كاين شي ويكلو، واش كاين شي حاجة، ما كاين حتى شي تبيان، من غير أن بسبب يعني الجماهير فريق الرجاء البيضاوي، العدد الكبير ديال الجماهير فريق الرجاء البيضاوي، فهم كيضطروا ان المباريات ديال الرجاء تلعب بدون جمهور. فإذا كان بحال هكا فخصها تكون يعني المساواه بين جميع الانديه، ماشي تقريبا جوج الانديه كتستقبل بالجماهير ديالها، وايضا الانديه اللي كتنافس على البطوله بحال فريق الجيش الملكي كيستقبل بالجمهور ديالو، بركان بالجمهور ديال الوداد اللي حتى هي متضررة من إغلاق ملعب محمد الخامس، حتى هي كتستقبل بالجمهور ديالها، وأيضا حتى الجمهور ديالها كيستافد أنه كيتنقل خارج مدينة الدار البيضاء لمساندة فريق الوداد البيضاوي، عكس فريق الرجاء البيضاوي اللي المباريات ديالو داخل الميدان بدون جمهور، وخارج الميدان مرفوض يعني تنقل جماهير فريق الرجاء البيضاوي. يعني خرج المكتب المسير في بلاغ ديالو كيطلب مساواة، يعني ماشي مشكل الرجاء تستقبل بلا جمهور تكون محرومة، ولكن هذا القرار خصو يكون على جميع الأندية، خاصة الأندية اللي كتنافس على البطولة بحال فريق الجيش بحال فريق الوداد بحال فريق بركان، فخاص تكون مساواة، يعني حتى شي فرقة ما تدخل الجماهير ديالها، لأن هاد الفرق راه ما يمكنش أن فريق كيتلقى الدعم ديالو من الجمهور ديالو، احنا عارفين الجمهور عنده دور كبير في التحفيز ديال اللاعبين، وبين فريق يعني كيلعب بمركب فارغ جدا ما كاين لا جماهير لا والو. فكنتمنوا هذا الاشكال يتحل، لان كرة القدم تحتاج للجماهير، والمتعة كرة القدم في الجماهير ديالها. فالملعب ديال الزاولي اللي كاين في حي المحمدي لحد الان مغلق في وجه فريق الرجاء وايضا في وجه فريق الوداد، للإصلاح أو لا للإصلاح فمحنا ما فهمناش، إنه ملعب هو في الأصل ملعب كبير، وهو أيضا خصو يستقبل مباريات لا ديال الرجاء لا ديال الوداد كما كتعرفوا، فعلى الأقل تكون واحد دعم جماهيري ديال 15,000 مشجع، راه ماشي بحال مركب فارغ أو مركب كتفرض عليك دعم جماهيري ديال 3,000 مشجع. كنتمنى هاد الإشكال يتحل. وغنمروا المباراة ديال الكلاسيكو، كما كتعرفوا عندنا إحصائيات ديال المباراة ديال الانتصارات في الكلاسيكو، كتبدأ لفريق الرجاء البيضاوي اللي انتصر على فريق الجيش الملكي في 43 انتصار،
عكس الجيش الملكي اللي انتصر على فريق الرجاء البيضاوي 33 انتصار. هذه هي النتائج ديال الانتصارات سواء للفريق الرجاء سواء للفريق الجيش. الجيش اظن الاخبار اللي كتجي من الدفاع الاخرى انه غيكون محروم من لعب حريمات بسبب العقوبه ديال الانذار اللي تلقى الانذار الرابع. خرجوا بعض المنابر في الفيسبوك حنا لا نؤكدها ولا نتمناها كيقولوا بان مساله توقيف حريمات فهي فقط اشاعه وغيكون موجود في مباراه الكلاسيكو. على العموم كنت منه من المباراه تعطي الاوج ديالها خاصه انه ملعوبه في ملعب قنيطره وملعب قنيطره نعرفوا يعني ملعب على الطريقه الانجليزيه ملعب تطور بشكل كبير فكنت منه يكون يعني مباراه كبيره والمدرب الالماني يعرف كيفاش ينتصر في هذه المباراه. يعني لا انتصر الرجاء فنقدروا نقولوا ان البطوله بنسبه 50% غتكون في صالح الرجاء لان مفتاح البطوله لفريق الرجاء هو انتصار على الجيش وايضا مفتاح البطوله بالنسبه للجيش فهو الانتصار على الرجاء. يعني مباراه عندها الطعم ماشي 3 نقاط فقط وانما 6 نقاط والهروب بانفراد عن الصداره. لحد الان الرجاء البيضاوي جرى 16 مباراه في البطوله من هزم حتى شي هزيمه. مسار جيد للمدرب الالماني زين باور. بالنسبه للغيابات كما قلنا لفريق الرجاء فليس هناك اي غيابات. الرجاء بكامل عناصرها لحد الان هادشي اللي كاين بالنسبه لاخبار الكلاسيكو. اما بالنسبه للحكم الرداد فخرج سخط جماهيري كبير. حنا عارفين ان الحكم الذكر الرداد عنده مشاكل كبيره مع فريق الرجاء البيضاوي اخطاء كبيره قام بها ضد فريق الرجاء البيضاوي اخطاء تحكيميه كانت مؤثره على مسار ديال الرجاء البيضاوي في المواسم الماضيه. كنشوفوا ضغط جماهيري على هذا الحكم. كنتمنوا انه ميغلطش هذه المره ويخرج المباراه يعني في السكه الصحيحه لاننا احنا بحاجه الى تحكيم نزيه بحاجه الى تحكيم يعني كما كنقولوا مجتهد بدون اخطاء خاصه اننا عندنا تقنيه الفار عندنا غرفه الفار فخصهم يعاونوا الحكم. يعني الذاكر الرداد عنده يعني كما قلنا السمعه يعني سيئه مع فريق الرجاء البيضاوي قام باخطاء كارثيه اثرت على مسار فريق الرجاء البيضاوي في المواسم الماضيه. كنتمنى ان هذه المباراه يخرج منها باقل الاضرار. هادشي اللي كاين بالنسبه لاخبار الكلاسيكو. كنتمنى منكم دعمونا بزر لايك مع التعليق والاشتراك في القناه وشكرا لكم والى اللقاء.